تحية طيبة لكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نلتقيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من البرنامج اليوم المباشر بالسنتر. اليوم محور حلقتنا يتحدث عن واقع التحكيم في الدور العراقي الممتاز والجدلية الأخيرة. احنا ما شاء الله بين فترة وفترة تطلع عندنا جدلية، مرة تكون مع الحكام، مرة تكون مع الملاعب، مرة تكون مع الأندية، مرة تكون مع التصريحات النارية لإداري ولاعبي أنديتنا. يعني عموما جدلية كبيرة، وكل نسخة من نسخ دورينا يعني تكون مشابهة، يعني ما تختلف. مشكلة الحكام تكون موجودة في كل نسخة من نسخ دوري الكرة الممتاز، والجدلية الواسعة اللي موجودة عليها واللي نسمعها ونشاهدها في المباريات، والجمهور والإداريين اللي دائما نشوفهم مراضين عن واقع التحكيم بالعراق. عموما هي شماعة، هو واقع حال راح نعرف إن شاء الله من خلال حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى أنه نخرج بمحصلة نهائية، نقف عند الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع. دعوني أحبتي المشاهدين أرحب بضيف الحلقة لهذا اليوم، عضو دائرة الحكام الأستاذ دعي صبحي. مساء الخير. مساء الخير كابتن هشام، ومساء النور على كل متابعين قناة الرياضية العراقية. شكرا جزيلا لحضورك، وإن شاء الله اليوم نوقف عند كثير من النقاط إن شاء الله. نبين للجمهور الرياضي حقيقة واقع التحكيم في العراق. هل هي الأخطاء موجودة؟ هل الأخطاء بدأت تغير نتائج مباراة الدور العراقي؟ شنو موقف لجنة الحكام من الشارع الكروي اللي بدأ بحالة هيجان وبدأت الأمور توصل إلى ما لا يحمد عقباها؟ قبل الحديث عن هذا الموضوع دعونا نتابع تصريح لهذا، يعني ما له علاقة بمحور حلقتنا هذا اليوم، تصريح للكابتن باسل غورغيسي المدير الإداري للمنتخب الوطني. نتابع هذا التصريح وراجعكم. مع منتخب فلسطين يوم 8/5 من هاي السنة إن شاء الله، يعني هاي بداية المعسكر أو التهيؤ لبطولة آسيا اللي راح تقام في الإمارات العربية شهر 1 من السنة القادمة. تعرفون أنه 8/5 هو مو فيفا داي، فاللاعبين المحترفين أكثريتهم لم يتواجدوا في هذه المباراة. إن شاء الله يعني كل اللاعبين اللي يكونون من داخل العراق، عندنا 4 لاعبين أعتقد هم سعد عبد الأمير وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وريبين سلاقة اللي هم دورياتهم انتهت، فهي هاي تبقى أيضا عند المدرب أنه هل يكون استعداد اللاعبين جيد لهذه المباراة أو لا. فإن شاء الله أنه نتأمل أن تكون مباراة جيدة وجيدة للمنتخب العراقي، يستفاد منها اللاعبين الشباب أيضا. أما بالمباريات القادمة عندنا مع المنتخب الياباني ومنتخب الكوري، فإن شاء الله إذا ما نبقى يعني ما القرعة ما تكون ضمن المجموعة مع أحد الفريقين فلن نلعب معهم، وإن شاء الله أنه الاتحاد أيضا ده يبحث على مباريات أخرى لتكون فت قوة فت دافع جيد أيضا للاعبين والمدرب والتهيئ إلى تصفيات إلى نهائيات آسيا في الإمارات. كان هذا تصريح الكابتن باسل غورغيسي المدير الإداري للمنتخب الوطني، ومثل ما سمعتوا يتحدث عن المباراة القادمة، المباراة الودية لمنتخبنا الوطني، ومن سيتواجد ومن سيكون خارج الحسابات، لأن هي المباراة ما تكون بحسابات الفيفا داي، فسيبعد اللاعبين أو عدم استدعاء لمجموعة من اللاعبين المرتبطين بأنديتهم واللي عندهم مشاركات رسمية في الدوريات اللي موجودين بها. الآن نتابع تقرير للزميل عماد الركابي اللي يتحدث عن واقع التحكيم في العراق. لعبة الأخطاء، نعم، ومتعة كرة القدم هي بهذه الأخطاء أحياناً، لكن أن تتكرر في كل جولة وتسرق جهود فريق كامل وتحرم فرق أخرى من المواصلة بين الكبار، هنا يكون التوقف، وهنا يجب أن نقف وبقوة ونضع اليد على الجرح. وأين هو الداء؟ وكيف لنا أن نجد الدواء مهما كانت الظروف التي يعمل بها قضاة الملاعب؟ ومن يكون قريب على الملعب يعلم جيدا بأن الحكام
هم الأكثر تعرضا للضغط من اللاعبين وبالذات في المباريات الجماهيرية، ناهيك عن صعوبة اتخاذ القرار في جزء من الثانية وسرعة المباراة والمسافة أحيانا وحتى الظروف الجوية قد تكون تحمل حملا زائد على تفكير الحكم، وهو بشر ومعرض لكل شيء. هذه الأخطاء الأخيرة وبالذات في الجولتين الماضيتين من دورينا ربما قد يدخل فيها في حالة جديدة، وهي الاستعانة بالحكام الأجانب مثلما تفعل بعض الدوريات الخليجية. هكذا كان رد لجنة الحكام باتحاد كرة القدم على أن تتحمل الأندية الأجور، فيما سيتم الاعتماد على تقنية الفيديو في الجولة القادمة من أجل تقليل الأخطاء ولو بنسبة معينة، سيما وإن هناك حالات لو تمت إعادتها ولو لمرة واحدة لكان القرار الصائب حاضر. لكن يبقى شيء مهم، هو لماذا لا تفكر لجنة الحكام في تطوير قابلية الحكام الشباب وزجهم في دورات تدريبية خارجية ومعايشات، مع اهتمام الحكم أيضا بتطوير قابليته التحكيمية من خلال المتابعات والدراسة ولو كان على حسابه الشخصي. عماد الركابي، العراقية الرياضية. شكرا لعماد الركابي. أستاذ لؤي، جدل كبير وواسع بخصوص التحكيم بالدوري العراقي، وبدأت الاتهامات تزداد بشكل كبير على لجنة ودائرة الحكام والحكام بخصوص إدارتهم للمباريات. احنا قبل أن نتحدث بالدقائق القادمة من البرنامج، هل هناك كانت أخطاء كارثية خصوصا بالجولة الأخيرة من الدوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا يعني مو أحكي لك كمهني، ولكن هناك أخطاء، وأخطاء مشخصة من قبل لجنة الحكام ودائرة الحكام وقسم مقيمي الحكام بدائرة الحكام، بالإضافة إلى قسم الفيديو والتحليل اللي إحنا يعني عندنا اجتماع دوري بالأسبوع مرة نشاهد الكليبات، نشاهد الحالات، نقيسها مع تقرير مقيم المباراة. حتى لو فرضا يعني جدلا أنه مقيم المباراة ما يعني ما مدرج أي حالة سلبية بالمباراة، إحنا نشاهد المباراة بصورة كاملة. يعني عندنا قسم الفيديو والتقطيع حاليا هسه يعني دي يقوم عمل ممتاز، يرفدنا بالكليبات اللي موجودة من خلال الكابتن عماد عبد الرزاق. فعندنا البارحة كان اجتماع أخير، شخصنا الأخطاء وأخذنا قرارات رفعناها بصراحة عن طريق يعني لجنة الحكام للاتحاد العراقي لكرة القدم لغرض المصادقة عليها، أو إذا عنده رأي يعني رأي آخر. بالإضافة إلى هناك يعني حالات جدلية ما سعفتنا الكاميرا بصورة صحيحة، بعثناها للفيفا وإن شاء الله باكر يجي الرد عليها. يعني بخصوص بعض الحالات اللي شاهدناها من تقرير الأخ عماد الركابي، يعني من خلال هذا القسم، قسم الفيديو والتقطيع، يعني بديتوا تقيمون أداء الحكام وشخص الحالات، وشخصون الحالات وعلى أساسها ونتصل بالحكم. البارحة اتصلنا بأحد الحكام، صدروا مجموعة من من القرارات إذا كانت بمعاقبة حكم أو بخصوص تبرئة حكم، يعني يجوز الجمهور أو الإداري أو اللاعب يعني في باله موضوع، ويجوز أنتوا يعني أصحاب اختصاص تقولون لا، الموضوع مو مثل ما ذكر اللاعب أو المدرب أو ما ذكره الجمهور. كابتن هشام، إحنا عندنا آلية وعمل ممنهج نمشي عليه. الآلية تقول هنالك تقرير مقيم الحكام، وهنالك حالات مشخصة في المباريات اللي يعني تنقل عن طريق الرياضية العراقية أو قناة الكأس، يعني مشكورين يرفضون بعض الحالات. يعني مقيم المباراة يكون مدرج كل يعني إدراجه لكل الحالات بالدقائق. احنا نباع الدقيقة ونباع الحالة المشكوك بها، فعلى ضوء الاجتماع موجودين يعني حكام دوليين يعني بلجنة الحكام، بالإضافة إلى الأعضاء لجنة الحكام. يكون البارحة كان عندنا اجتماع وناقشنا الحالات وأخذنا يعني مجمل من القرارات، من ضمنها تشخيص الحالات ورفعنا بها مقررات. احنا يعني بس بدون ذكر الأسماء، كم حكم تعرض للعقوبة؟ طبعا بس هاي المفردة شوية اختلف بيك وياها، هي مو عقوبة وإنما إيقاف. الإيقاف
رفرش يسوي نفسه في سبيل يراجع نفسه بهاي الفترة اللي تم إيقافه. وهذا الموضوع أي مع احترامي لإخواننا الحكام يعني هم قضاة في الملاعب ولهم تاريخهم ولهم سمعتهم أكيد. ولهم يعني لهم عوائلهم يعني ما أكيد إلى سمعته إلى شخصيته ومكانته بالمجتمع يعني ما المفروض أنه ننتقص من عنده. هو إنسان يعني كل إنسان ولكن معرض للخطأ إلى للخطأ لكن بدأت احنا ليش الجمهور يسميها عقوبه لان يعني الحادثه كبيره بالضبط. عندما تغير نتيجه مباراه عندما تغير نتيجه مباراه بدا الجمهور يقول لك جهد اللاعب وجهد المدرب وجهد الاداري وشنو ذنب الجمهور الموجود على المدرجات. ولهذا الناس تتمنى انه تسمع كلمه عقوبه تقول لك انا يعني اريد اشفي غليلي يعني مو صح لولا انا اتفق وياك اتفق وياي بهذا الكلام وياك. يعني انقل ما يذكر الوسط الرياضي. احنا نعيش بالوسط الرياضي ومباوع الجمهور ومباوع يعني الجهد للاداري والكادر الفني والجماهير اللي تتابع الفرق يعني احنا معهم. ولكن احنا يعني بس اكو مفرده هي انه الحكم انسان الانسان معرض للخطا ومعرض للصواب مثل ما يعرفون الشارع الرياضي العراق من أصعب دوريات المنطقة يدار بآلية يعني ليش من أصعب دوريات المنطقة يعني شنو فرقنا عن الأردن شنو فرقنا عن سوريا شنو فرقنا عن إحنا هسه يعني مثل ما تعرف بعد الجهود الكبيرة اللي صارت رفع الحظر قبل رفع الحظر أنت كإنسان تحس أنه أنت ما مساوي للدول المجاورة من خلال الإداء من خلال يعني بصورة عامة كنظام كأمن ما نرتقي للبلدان اللي سبقتنا بأشواط بعيدة. اليوم احنا نرجع على موضوعنا الحكم. الحكم انسان في موجود الدكتور موجود الضابط موجود المدرس هذا انسان. توصيات الاتحاد الدولي تقول يعني بالنص اللي وصلنا من الفيفا عدم اشهار اسماء ايقاف التحكيم بدون اسماء. نعم كم حكم تعرض للايقاف؟ البارحة عندنا خمس حكام تعرضوا للايقاف. نعم للايقاف على كم مباراة شنو نوع والله هي في مباراة ثلاثة في مباراة واحد مباراة ثانية واحد هذا يعني بعد مراجعة الفيديو بعد مراجعة تقرير مقيم الحكام وشاهدنا الحالات بالدقائق يعني يجب أنه طيب أستاذ لو تكررت هذه الأخطاء في مرات مقبلة من قبل نفس الحكام راح يتم إيقافه نهاية المرحلة نعم نهاية المرحلة حسب ضوء يعني حسب الخطأ حسب المعطيات الموجودة يعني احنا عندنا ايقاف ثلاثة ادوار اربع ادوار اذا كان يعني الخطا جسيم جدا يعني ممكن انه يتعاقب 10 ادوار يعني شنو المشكله يعني ماكو مشكله بس احنا يعني نرجع نقول يا اخوان يا شارع الرياضي احنا لازم نساعد الحكم هاي الهجمه اللي صارت هسه على التحكيم هنالك اخطاء صحيح واتفق ولكن هي يعني استاذ لؤي انت الان تاكد حسب حسب الإيقاف اللي صار لمجموعة من الحكام هناك أخطاء كارثية جرت في الجولة الأخيرة من الدوري. نعم هذا مو بس رأيي هذا رأي الحكام الدوليين موجودين بدائرة الحكام بعد تشخيص الأخطاء قسم اللياقة البدنية قسم الفيديو قسم المقيمين قسم المشرفين يعني هذني الأقسام الموجودة دائما يكون اجتماع دوري نعرض الحالات وعلى ضوء النتائج على ضوء التقارير المقيمين يعني نبت بالحالة كأنه تكون نتفق مع الحكم أو نختلف بوجهة النظر من خلال الحالة الدقيقة اللي نشوفها. طيب أستاذ لؤي ما كان من المفروض حسب الوضع الحالي الوضع اللي ما يسمح حتى لتصريح يعني حتى ما مقبول التصريح ما كان المفروض أنه يكون هناك اجتماع طارئ للجنة الحكام مع الحكام المعتمدين في الدور العراقي وبعدين الخروج بمحصلة في ندوة أمام الوسط الكروي أمام الجمهور يا أخوان إحنا هذا وضعنا وكذا سوينا كذا سوينا كذا سوينا يعني ما المفروض أوكي أنتوا ما تشهرون بالحكم أو باسم الحكم بس من المفترض أنه لجنة الحكام أنه يسوي اجتماع طارئ مع الحكام المعتمدين وبالتالي أو بعدها يصير هناك ندوة موسعة خلي الكل يجون يحضرون بيها يجون المدربين يجون إداريين يجون حتى روابط جمهور المفروض تجي صح لو لا اجتماع طارئ طبعا صار اجتماع يعني من خلال لجنة الحكام والسيد رئيس لجنة الحكام اجتماع مع
أعضاء لجنة الحكام. طبعا يعني حسب توصية رئيس لجنة الحكام واتصلوا البارحة بي مشكورة قناة الرياضية العراقية، راح يكون يعني جلسة مفتوحة في الرياضية العراقية، يعني حضرتكم تستضيفوها، وموجودين أعضاء لجنة الحكام بالإضافة إلى بعض الحكام الدوليين المعتمدين، وراح يكون اللقاء على الهواء مباشرة. هذا يعني يعني خبر يعني حضرتك عن طريق يعني برنامجك وصاني الأستاذ طارق أنه أنقل لك يعني بالأمانة. راح يكون الحكام قسم من الحكام المعتمدين بالإضافة إلى لجنة الحكام ودائرة الحكام، والنقاش مفتوح أمامكم يعني. بالنسبة للحكام الدوليين يعني بهاي الأيام الـ يعني جمعهم صعب. ليش؟ عندنا أربع مباريات بالمحافظات، أربع مباريات يقودوها حكم ساحة دولي وحكم مساعد أول دولي، طيب. احتمال طاقم كامل دولي دي يروحون بثلاثة أيام، يعني تتعرف المباراة البصرة يعني كانت مباراتين بنفس اليوم، راح يروحون من عندنا ست حكام، شو كتر راح نقدر نجتمع بيهم؟ بالنسبة للتدريبات يعني وشيع بالآونة الأخيرة أنه ماكو هنالك تدريبات، لا أكو تدريبات، ولكن التدريبات يعني عندنا قسم من الحكام الدوليين يعني يتمرنون بالملعب القريب عليهم. احنا كاجتماع دوري سوينا لهم قبل اعتقد قبل 20 يوم كان هناك اجتماع مع قسم من الحكام المعتمدين لمناقشة بعض السلبيات اللي حصلت، اللي هي اكيد غير مقصودة. احنا نرجع ونقول يعني لا تتصور ولا يتصور الشارع الرياضي الحكم كأن يكون حكم ساحة او حكم مساعد متقصد الخطأ. النزاهة حكامنا من أنزه المنطقة، يعني حكامنا. أنا وصلتني رسالة. نعم. بعد إذنك نعم. أي وصلتني رسالة من السيد خضير العوادي رئيس نادي النجف، يقول أستاذ هشام مساء الخير، أريد تسأل ضيفك عن عدم احتساب ضربتي جزاء للنجف من قبل الحكم علي صباح في مباراة الزوراء، يعني ينطو رفرش لو تعتبروها حال غيرها. طبعا تحية للأستاذ خضير. احنا نرجع ونقول الاخطاء موجوده، سوء تقدير بذيك اللحظه ممكن انه يعني عدم يقول ضربتين جزاء ما حسبوها للنجف برايه، بس احنا براينا يعني بدارة الحكام يعني قرارنا كان واضح يعني بالنسبه للقرارات اللي ارسلت للاتحاد. ايه قراركم واضح، قرارنا واضح، ويقدر يطلع يعني يقدر يسال الاتحاد شنو القرار اللي صار، توصيات يعني هاي توصيات للاتحاد. توصيه للاتحاد ان شاء الله باكر او يعني باكر تطلع المصادقه عليها. تطلع المصادقه عليها ان شاء الله. نبقى بموضوع موضوع التدريب بالنسبه للحكام. نعم. انا وصلتني اخبار. نعم. وصلتني اخبار بس مو من الاخبار اللي ببالكم يعني. نعم. لا بالعكس حاج طارق يعني مو من اللي ببالك يعني. احنا قلبنا يتسع لكل الاخوان يعني، واحنا نتمنى يعني كلامي. نعم. عموما يعني وصلتني اخبار بانه دورات تطويريه صار لكم هوايه ما مسوي للحكام، يعني صار لكم اعتقد يمكن اكثر من سنه دورات تطويريه، اكثر من سنه ما داخل الحكام. اي مستحيل. بشهر الثالث احنا كنا باربيل دورة صقل دولية أشرف عليها الأستاذ إسماعيل حافي، تحية إلى من برنامجكم، يعني مرسل من الاتحاد الدولي من الفيفا، أقام دورة شاركوا بها ما يقارب 50 حكم يحكمون بالدوري، وهذا الخبر يعني معروف للعالم. بالشهر الثالث في أربيل دورة صقل الحكام، وكانت من أنجح الدورات يعني بكل القياسات، بحيث كتب عليها أكسلانت من خلال اختبارات الحكام، من خلال الأسئلة والامتحانات، الفيديو تيست، الاختبارات العملية والنظرية. يعني هذا ممكن تتصل بأي واحد يعني. كانت هنالك دورة هاي ما صار لها يعني شهر. بالإضافة للمعسكرات يعني عندنا الحكام الدوليين إن شاء الله من خلال يعني علاقة شخصية من الأستاذ طارق أحمد، راح يكون هنالك معسكر في مصر ويحاضر يعني حاضر علي من خير المعسكر. والله إن شاء الله يعني اكو اعتقد توقف بالدوري، فاتفقوا ويا الجانب المصري اعتقد يعني توقف بالدوري يمكن تزامنا مع مباراه فلسطين. لا ابعد يعني من عنده. ابعد من هذا، ابعد من هذا الموضوع. الان ينضم معنا في اتصال هاتفي الصحفي الرياضي الدكتور منذر العذاري. مساء الخير دكتور. مساء الخير حبيبي، وسهلا، تحياتي لك ولضيفك الكريم الحاج لؤي صبحي، واتمنى لكم التوفيق في تقديم حلقه مميزه. الله يسلمك دكتور. الان يعني بالفتره الاخيره انت مثل ما تعرف حضرتك
بأنه موضوع أو واقع التحكيم بالعراق بين فترة وفترة يعني تخرج الكثير من التصريحات، والوسط الرياضي غير راضي عن هذا الواقع. يعني ما أعرف أنه هي هل هي شماعة تلقى على عاتق الحكم أم هو واقع حال؟ برأيك شنو الأسباب وشنو المسببات؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا صار متابع للدوري العراقي يمكن من نهاية الستينات. اللي يحدث الآن من أخطاء تحكيمية وخاصة في الجولات الأخيرة يعني شيء غريب جدا. يعني ما معقولة يعني أنا تعرفون أوثق يعني هسه في المرحلة الثانية في الجولات الأربعة اللي مرت عندنا 12 مباراة حصلت بها أخطاء. أنا مو حكم ولكن أنا متابع للدوري وأسمع والناس كلها تحكي بهالموضوع. يعني أنا مثبت 12 مباراة بها 21 حالة إنهم ظلمت بها فرق. بالتالي هذا رقم غريب عجيب، يعني رقم جدا عالي إنه 12 مباراة من أصل 40 مباراة تكون يعني بها حالات أخطاء تحكيمية وحالات مؤثرة، فرق ظلمت كثيرا، فرق يعني احتسبت ضدها ركلات جزاء غير صحيحة، فرق لم تحتسب لها ركلات جزاء. الحقيقة الضحية الأولى لهذه الأخطاء التحكيمية مثل ما لاحظنا هي فرق المحافظات وبالذات نادي الديوانية ثم نادي النجف ونادي كربلاء. الفرق الجماهيرية عادة تكون في ملأ من ظلم الحكام لأنه أكيد يعني الحكم يعني يتجنب جماهير الفرق الكبيرة مثل الجوية والزوراء والشرطة. الفرق المظلومة اللي هي الفرق غير الجماهيرية مثل فرق المحافظات وأمانة بغداد وغيرها من الفرق اللي ما عندها جمهور، يعني أقصد بالنسبة للفرق البغدادية. والفرق اللي تكون يعني شلون خلينا نقولها بكل صراحة إنه ما حد يخاف من عتها، وإلا الفريق اللي عنده ظهر واللي عنده ضلع بالاتحاد يكون في منع من أخطاء الحكام. يعني دكتور اللي عنده ضلع أو مثلا اللي عنده ظهر يعني هاي تمشي أموره طبيعية بالتحكيم؟ تمشي تمشي حبيبي، وإلا يعني بصراحة يعني نادي الديوانية في مباراة البرحة والبرحة مع نفط الوسط يعني هدف يعني هدف ما يقبل، يعني حتى ما أعرف يعني قالت حسين على حسين زميلنا العزيز يقول 7 مليارات نسمة لو يقولون هذا الأوفسايد لو هدف ما يقول هذا هدف. مو مباراة النجف أيضا ضربات الجزاء، مباراة يعني كربلاء والزهراء لاحظنا كيف أنه ضربة جزاء احتسبها الحكم، يعني لا الله يرضى ولا عباد الله تقبل كرة خارج منطقة الجزاء. بالنتيجة يعني احنا نقول بصراحة الحكم بشر والحكم إنسان محترم، ولكن يعني موضوع الأخطاء يعني بلاقي حد لا يمكن السكوت عنه. يعني احنا مثلا أنا أسأل يعني الأستاذ لؤي عزيزي وحبيبي إنه هل بجد حكام أكو لاحظ حكام مثل ما باقي مثل ما موجود بالاتحادات الأخرى الدول العربية والخليجية؟ طيب طيب دكتور أنا أتمنى إنه تبقى ويانا على الخط. عندنا نعم. مجموعة من من الصور والفيديوهات اللي راح نعرضها لاحقا في البرنامج، نتمنى انه تكون معنا على الهواء مباشره وتستمع الى اتمنى انه تكون هناك مناظره بين حضرتك وبين الاستاذ لؤي. ما اعرف موجود الاتصال؟ نعم. استاذ لؤي، تحدث الدكتور منذر عن كثير من الامور، ذكر بانه هناك فرق مظلومه في الدور العراقي، يتحدث عن الفرق الجماهيرية، يتحدث عن الفرق اللي ما عندها جمهور دائما تظلم في مباراة الدور العراقي، يتحدث عن الفرق الجماهيرية اللي تكون في منأى عن الأخطاء التحكيمية لسبب هو ذكره أنه اللي ما عنده ظهر واللي من هذا الكلام اللي سمعته. نعم. وذكر أيضا أنه ما معقولة من 40 مباراة 12 مباراة تكون بها أخطاء تحكيمية تغير نتائج مباريات، وحق الرد مكفول لك. تحية الدكتور منذر المؤرخ والمؤرشف العراقي اللي أكن إلى كل التقدير والاحترام. طبعا يعني إحنا المؤرشف عندنا والمكتوب يعني إحنا عندنا 7 مباريات صارت بها أخطاء. طبعا يعني عذرا للدكتور منذر يعني ماكو شيء مفهوم انه فرق المحافظات يعني تهمل او تجاهل، ولكن هي الاخطاء. ومثل ما تفضل حضره دكتور منذر انه الانسان الحكم انسان بشر من لحم ودم معرض للخطا ومعرض للصواب، تبقى تقديره بديك اللحظه موقفه مكان
يعني مناسب. احنا بنفس الوقت يعني دكتور احنا عندنا لائحه حكام موجوده لمكافاه الحكم او لايقاف الحكم عندما يعني يخطا او يسبب في خساره فريق. تبقى احنا كمنظور عام ماكو عندنا نظره انه وانت يعني حضرتك حضرت هواي مباريات للنجف، النجف يعني فاز بملعب الشعب، فاز بالميناء، فاز بزاخو مثلا او تعادل في مباراه، مستحيل موجوده هاي النظره. وثقه يعني مع احترامنا لكل الفرق الجماهيريه، الفرق الجماهيريه حالها حال اي فريق. انا كحكم انزل للملعب عندي لون، وحضرتك يعني تعرفنا يعني وتعرف حكام هوايه يعني شخصيتهم قويه وشجاعه عندهم، ينزل للملعب عنده لون ابيض، لون ازرق، لون اخضر، لون احمر، يعني هذا المفهوم العام. وتبقى يعني هنالك ايقاف للحكام اللي سببوا مثلا اللي كانت عدم تشخيصهم الدقيق في الحالات او لعدم يعني تواجدهم في الموقف الصحيح او التمركز الصحيح تم ايقافهم. ويعني هذا معروف للانديه ومعروف للقريبين على لجنه الحكام والحكام نفسهم. تفضل دكتور. شكرا عزيزي كابتن لوي. الحقيقة أنا مثبت 12 مباراة، وإذا تريد أعطيك إياها مباراة على كل حال، أما نختلف على الخمس مباريات. بالنسبة للأخطاء التحكيمية أنا ما يعني ما جاي إنه بدي أحكي من منطق إنه هو لأن أنا من محافظة النجف يعني فريق النجف انظلم. لا بالعكس دكتور، يعني إحنا نعرفك إنسان صريح ونعرفك إنسان حقاني. في مباراتين نادي الديوانية يعني ذبحوا الحكام صراحة، يعني مع الوسط ومع الشرطة. فريق كربلاء في مباراته مع الزوراء ايضا، يعني البحري ايضا في مباراته مع الشرطه، كثير من المباريات اللي فرق المحافظات الاخرى، احنا ما نقول الحكم يتعمد الخطا، لا، حاشا الحكام ان يكون اكو تعمد بالخطا، ولكن اكو نظره قد تكون لدى البعض، يعني خوف من جمهور معين، بالتالي انه الحكم يتردد يعني مره ومرتين وثلاثه قبل ما يشير يعني او يتخذ قرار ضد هذا الفريق الجماهيري. بالنتيجة هو الضحية راح يكون الفرق الصغيرة أو الفرق اللي تكون غير جماهيرية أو فرق المحافظات اللي تلعب بعيدا عن الملعب ولا هي ملعبها الفرق المحافظات هم يعني ممكن يعني يحصل يعني بعض المجاملة لها. بالتالي هاي كلها راح تؤدي بالمجموع إلى أنه يتراجع مستوى التحكيم بالعراق. أنا برأيي حقيقة بعد هذا العرض مع المباريات وكذا انه لجنه الحكام مع احترام لشخوصها انه عقوباتهم غير مؤثره. شو سميها ايقاف؟ انا عندي الاتحاد الاماراتي وعندي لائحه لجنه حكام ماده 41 تقول يعاقب الحكم عند ارتكاب خطا فني مؤثر، ها؟ نعم. والعقوبات متدرجه، يعني بالمره الاولى يوقفوا اسبوعين، بالمره الثانيه شهر، بالمره الثالثه شهرين، بالمره الرابعه 6 أشهر، وبعد المرة راعين حالة إلى لجنة تحقيقية وقد ينحرم من التحكيم. الآن إحنا هاي لائحة الحكام اللي تفضل العزيز حجي لوري وقال موجودة عندنا، إحنا أنا ما مطلع شخصياً ما أعرف يعني يجوز يعني والله دكتور يعني أنت نتمنى لو تعلن يعني على موقع الاتحاد على إن شاء الله إن شاء الله يعني إنه اللائحة شنو تتضمن على مود نستفيد منها ونشوف الاخطاء والعقوبات اللي بحق الحكام. دكتور انت انسان طيب وقريب على الحكام يعني بصوره عامه، وانا يعني اكل لك كل التقدير والاحترام، واللائحه موجوده وان شاء الله يعني اذا تحب باكر او بعده يعني اطلع يعني اخذ لك اياها صور، او تحب يعني عن طريق المركز الاعلامي لاتحاد كره القدم، اللائحه موجوده وموجوده الفقرات. يعني هي اللائحه احنا عديناها كأشخاص السجنة، لا، حكام دوليين سابقين اطلعوا على اللوائح الموجودة يعني بالبلدان المجاورة، بالإضافة إلى لائحة يعني ممنهجة قاموا بها حكام ذو اختصاص بالتعاون مع الاتحاد العراقي، وبدت عليها تطويرات. يعني كل عام جديد تنضاف عليها فقرة بالتشاور مع الجهة القانونية، بالتشاور مع لجان الحكام بالمنطقة. وانت يعني مثل ما تعرف انت انسان مؤرشف وانسان يعني مطلع، يعني حضرتك قلت انه الاتحاد الاماراتي هاي اللائحه مالته موجوده، الاتحاد العراقي وموجوده اللائحه، وان شاء الله انا يعني بنفسي اجيب لك نسخه لك. دكتور اريدك يعني تقريبا من التلفزيون دكتور؟ نعم. اي قريب من التلفزيون؟ اي
ما أسمعك عزيزي هشام. دكتور قريبة من التلفزيون أنت الآن؟ نعم قريب. أوكي راح نشاهد حالة حثت في ملعب الشعب مباراة الزوراء وكربلة بعد تسجيل الزوراء لهدفهم في المباراة. أريدك يعني تنطيني رأيك كصحفي رياضي بخصوص ما حصل بعد تسجيل هذا الهدف. نتابع هذه الحالة وراجعين وياكم. شاهدنا هذه الحالة دكتور منذر معنا على الخط. نعم معك نعم. شنو رأيك دكتور؟ والله مع الأسف هاي يعني هذا مو ملعب، هاي حارة كل من يدعي لها حسب ما يقولون الإخوان السوريين بهاي المسلسل. يعني ما معقولة هيك كرة قدم يعني هذا شنو مسلسل يعني تلفزيوني فيلم فيلم يعني أكشن وين يشوف هذا هذا الفيلم؟ السبب يعني هنا القوات الأمنية أيضا الإداريين فريق كربلاء المفروض يعني الحكم يعني ممكن او اي شخص ممكن يفقد حياته بهيك تزاحم وبهيك فوره عارمه. بالتالي يعني شوف حبيبي هي هذا نرجع ونقول هو لكل فعل رد فعل، هذا رد فعل لانه فريق كربلاء حس بانه مظلوم. لو ان فريق كربلاء متاكد انه لجنه الحكام والاتحاد العراقي لكره القدم الله يستر عليهم ويحفظهم جميعا راح ياخذ حقه وتكون هناك عقوبات رادعه بحق الحكم فيما اذا كان سبب تقصيره. بالتالي ما اعتقد راح توصل الامور لهالحد، خلص احنا في فتره يعني هذا حقيقه احنا بالتسعينات وبالثمانينات ما حد يقدر يسوي هيك شيء، يعني احنا ما نقول هسه كانت الامور افضل بكل شيء، لكن في هذا الجانب افضل، يعني احنا من امن العقاب اساء الادب، بالتالي لو هذا الامر كان يحدث سنه بالتسعينات ممكن ما اعرف يعني ايش كان ما حد يروح للرضوانيه، ايش كان ما حد مو يصلحون جلده. يعني الامور توصل الى الحد بسبب انه السكوت عن الخطا والخطا يولد دكتور يعني احنا الشاهد يعني امن الملاعب متحضرين على الخط. دكتور اذا تشوف الفيديو مره ثانيه امن الملاعب موجودين متحضرين على الخط
حتى لا تحدث كارثة في ملعب المباراة. يعني انت ذكرت قبل قليل ممكن هذه الحادثة يعني تروح بها أرواح. نعم أكيد ممكن جدا، يعني ما حكم لاعب أي متفرج ممكن أي شيء يصير، بالتالي احنا لذلك نطالب بالعقوبات الرادعة. أنا دائما يعني أنتقد لجنة الانضباط وأنتقد الأخ العزيز طه عبد حلاته لأن قراراتهم راها تتسم بال دكتور كانت هناك مجموعة من القرارات للجنة الانضباط اليوم. أولا تغريم أيوب أديشو 2 مليون، ثانيا تغريم حمادي أحمد 1 مليون، ثالثا حرمان إداري الزوراء محمد الكحلي مباراتين من مرافقة فريقه، رابعا حرمان شفان عبدي مشرف زاخو مباراتين، خامسا حرمان لاعب زاخو محمد هادي مباراة واحدة، سادسا حرمان عضو إدارة كربلاء وليد حسن أو حسين 3 مباريات من مرافقة فريقه وتواجد في المنطقة الفنية، سابعا حرمان لاعب فريق كربلاء منتظر حسين 3 مباريات، ثامنا حرمان المدرب المساعد لكرة أمانة بغداد وسام طالب 3 مباريات، تاسعا توجيه كتاب شكر وتقدير لرئيس الهيئة الإدارية لنادي كربلاء محمد الموسوي. ها قرارات لجنة الانضباط اليوم. يعني استاذ هشام يعني بشرفك هي عقوبات بحق يعني احداث مثل هاي الاحداث يعني ما معقولة. يعني هو كل الان هاي كل اللي حدث بهاي حياته بالملعب، بالتالي يتعاقب مثلا شخص واحد او لاعب واحد او نعم. دكتور خلينا نفتح المجال. شو قيمتها يا اخي؟ نعم دكتور خلينا نفتح المجال. عقوبات رادعه، عقوبات توقف المشاغبين مهما كانوا، جمهور، لاعبين، اداريين، حكام، اي العفو حكام ما لهم علاقه، اي طرف مشاغب لازم يوقف يتحدى بعقوبات رادعه. دكتور خلينا نفتح المجال دكتور خلينا نفتح المجال للاستاذ لؤي. استاذ شنو رايك بهذا؟ والله يعني أنا أتفق مع دكتور منذر، يعني هاي من الحالات المؤسفة اللي يمر بها تمر عليها ملاعبنا. خطأ صار مستحيل، يعني أنا اليوم كإداري بالفريق أو أوضه إدارية يعني لازم أتحلى شوية بالصبر. يعني أنا اليوم صحيح فريقي تعرض الحالة خطأ تحكيمي، بس ما يصير هذا اللي صار، مستحيل. يعني اليوم الحكم معرض، اللاعب معرض، الإداري معرض، على هذا الحال ممكن انه يفقد حياته. احنا يعني لولا تدخل رجال امن الملاعب، يعني اذا مثل ما شفنا بالصوره يعني ركضوا على الطاقم التحكيمي. انت تتصور انه اعتداء حسب الحاله اللي دا نشوفها، يعني مستحيل هاي الملاعب مالتنا تصير هيك، ما راح تصير كره قدم. وصلتني رسائل استاذ لؤي، واتمنى الدكتور منذر يبقى وياي على الخط لان عندي مجموعه من المحاور. أتمنى يعني إلى نهاية الحلقة أنه تبقى وياي حتى نقدر نخرج في محصلة. وصلتني رسالة من المدرب حازم صالح، تحياتنا له، يقول بصراحة من بداية بصراحة مستوى الدوري أعلى من مستوى الحكام. هذا رأيه. صحيح توجد أخطاء غير متقصدة لكن أخطاء متكررة ومن نفس الحكام طامة الكبرى، المباريات غير المنقولة والفريق ينظلم ببساطة وبصراحة. من بداية الدوري لجنة الحكام دائما تبرر أخطاء الحكام وتقف معاهم تطبيقا للمقولة انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ليعرف الحكم عندما يخطأ فإنه يساهم بقطع أرزاق مدربين بسبب هذا الخطأ. طبعا تحية للكابتن حازم اللي هو كان زميلي ونلعب سوية بنفس الفريق نادي ديالة. هذا رأيه. احنا رأينا التحكيم العراقي بصورة جيدة جدا. ليش؟ لأنه عندنا حكام دي يحكمون خارج العراق، مدى يمرون بهاي الضغوط النفسية اللي يتكلم عليها الكابتن حازم. اليوم عندنا حكام يحكمون دوري أبطال آسيا، ده يجي تقييمهم 8 إلى 6 من 10، وده يشاهدها الشارع الرياضي ومتلقي الرياضي. احنا اليوم تحكيمنا مو أقل من مستوى الدوري كرة القدم، لا بالعكس أنا أختلف وياه. احنا عندنا حكام يعني شباب مقبلين على ترشيح للشارة الدولية، دن عدهم ودن نحاول نطور إمكانياتهم من خلال الإمكانيات اللي موجودة بدارة الحكام لجنة الحكام. أنا ما أدافع بمهنية ولا أبرر أخطأ حكم، لا الخطأ عندنا مرصود والإيقاف موجود. قلت لك أنا بس أختلف جزء ويا
يعني ويا النص عقوبة، لا ما أقول عقوبة لكن إيقاف. يقول مستوى يقول مستوى الدوري أكبر من مستحيل، من مستوى هذا رأيه، هذا رأيه. ليش؟ طيب أكو رسالة وصلتني أستاذ لؤي، أكو نعم. بعض المدربين نعم، أكو بعض المدربين يفكرون نعم، يفكرون أنه إذا صارت عندهم مشكلة مع لجنة الحكام، لجنة الحكام أو دارة الحكام راح تشد وياهم أو تشد مع فريقهم. بالعكس. يعني وصلتني رسالة وأنا ما راح يعني للأمانة ما راح أذكر لا احنا الرقم أو كل يعني المدربين أخواننا وزملائنا وأصدقائنا. وصلت يعني وصلتني رسالة. نعم. يقول السلام عليكم أستاذ هشام، أتمنى تقرأ رسالتي، يعني بس الحكم إنسان والمدرب مو إنسان، المدرب أيضا صاحب عائلة ومطالب من الإدارة والجمهور بنتائج، لماذا تشهر به لجنة الانضباط وهي أخطاء حكام فادحة؟ تحياتي لكم. صراحة رقم غريب، قلت له ما يعني قلت له منو حضرتك؟ قال ما اريد اذكر اسمي، بس انا مدرب من اذكر اسمي راح يشدون وياي الحكام، صح هذا الكلام؟ طبعا انا قلت لك يعني سبق بداية البرنامج، عندنا توصيات، من ضمن التوصيات مناقشة مع الاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص هذا النص اللي قال عليه الاخ، ما يعني ما اجهل اسمه. احنا نكون كل الاحترام للمدربين والهيئات الإدارية والكادر الإداري والكادر التدريبي، ولكن صدقني 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 ما أحكي وياك بمهنية، إحنا عندنا مشخصين الأخطاء. أنا شنو اللي ينفعني اليوم إذا ذكرت سين أو صاد من الحكام وعاقبته بالهذا، شلون راح يقدر يحكم المباراة القادمة؟ يعني اليوم أنا حكم، الحكم بس المدرب نعم أم راح ينقطع رزقه؟ المدرب هذا راح ينقطع رزقه إذا الحكم يتوقف مباراة أو مباراتين أو نعم. ثلاثة، المدرب راح ينقطع رزقه. المدرب يعني على عيني وعلى راسي هو بسبب اخطاء الحكام اكو انسان يعني او انت دائما تشوف يعني دائما خسارات الانديه تعلق على شماعات التحكيم سواء الحكم كان مخطئ او مصيب، ولكن انا لازم لازم اوفر فتشي معين للحكم. اليوم انا اذا نزلت بالاعلام واحترام للاعلام يعني الحكم المباراه القادمه مستحيل راح يقدر يؤدي، بعد لا راح يصير مستواه بالنازل. الفيفا من قال عدم اشهار اسماء الحكام المعاقبين او الموقوفين، ليش يعني ليش غير دراسه؟ اجتي عن دراسه، اجتي عن مناقشات متوسعه لما توزعت الاتحادات القاريه او وبدورها تحولت للاتحادات المحليه، احنا اتحاد ضمن لواء الفيفا. طيب وصلتني رساله من الكابتن علي هادي، يقول تحيه طيبه، من وجهه نظر المتواضع ان جمله الاخطاء في الادوار الاخيره تعزى الى انخفاض المنسوب اللياقي الذي يتاثر بصوره كبيره باتخاذ القرار موقعا وذهنيا، اعتقد يجب ان يكون هناك اختبارات دائميه مع تجمعات للتدريب. نعم، هاي من ضمن يعني من ضمن الاجتماع اللي البارحه انطرأ، انه احنا نسوي 4 اختبارات بالسنه، راي لجنه الحكام وراي الحكام الدوليين اللي منطوين في لجنه الحكام، راح تكون هنالك اختبارات، يعني ضفنا اختبار خامس في، طبعا احنا اختبارنا ما صار يعني شهرين الاختبار اللي قمناه للحكام، الدليل انه نسبه النجاح ونسبه الارقام اللي حققوها بالاختبار مو عاجزين عن اللياقه البدنيه، بالعكس اللياقه البدنيه عاليه جدا سواء الحكام الدوليين سواء الحكام الدرجه الاولى والحكام الدرجه الثانيه. نتابع تصريح للسيد طارق احمد رئيس لجنه الحكام بخصوص ما يدور بالفتره الاخيره، نتابع هذا التصريح. تم يعني تحليل بعض من المباريات وتبين ان هناك أخطاء فقط لمباراتين وهي مباراة الديوانية ومباراة الزوراء، هناك خطأين حكم يتحملها حكم مساعد في مباراة الزوراء، وهناك مساعد يتحمل المباراة الأخرى في الديوانية. رفعنا إيقافات للاتحاد من أجل إقرارها وتبليغنا بذلك من أجل نشرها في الإعلام. 2 طلبنا يعني على ضوء رفعنا يعني توصية لاتحاد كرة القدم من أجل حسب ما طلبوا فيها، وخاصة أبو الديوانية طلب أنه يجيب حكام من جنوب شرق آسيا للمباريات. أنت كما معمول في الاتحاد الأندية الخليجية والأندية العربية أنه يجلب حكام هو يتحمل أجور الحكام، وكل حكم يعني حتى فصله تفصيل، كل حكم من يجي يقود مباريات في الأندية اللي طالبية تذاكر سفر، أجور يومية يعني مصرف جيب، أجور فنادق، أجور نقل، إطعام، إسكان، مرافقين، يعني كل حكم يكلف بال 80 إلى 90 ورقة كل حكم واحد.
أما الثلاث حكام فيعني معناته ثلاث شدات للحكم اللي يجي من أجل أن نطبق الفيديو التكنولوجيا الحديثة. وكما تعرفون أنت هاي التكنولوجيا الحديثة ستطبق في مباراة كأس العالم، نهايات كأس العالم، لكن راح نطبقها مبدئيا وديا يعني تجريبيا خلينا نقول للمستقبل إن شاء الله الدوري العام السنة القادمة إذا سبحانه وتعالى خلانا أنه نطبق هذا الفيديو ونطبق التكنولوجيا إن شاء الله للحكام من أجل أن نخفف الضغط النفسي على الحكام. نفس الوقت أنا أطالب الإداريين والمدربين والجمهور أن يوقفون مع الحكام لأن بالسراء والضراء، لأن الحكم ليس له مشجع كما مشجعي للأندية، ولهذا أقول الصبر موجود. نفس الوقت أنا أعتذر وأقدم اعتذاري من كل فريق أصاب الحيف والغبن ولكن أخطاء غير مقصودة وغير متعمدة، وسبحان الذي لا يخطأ. دكتور منذر، استمعت إلى تصريح الأستاذ طارق أحمد رئيس لجنة الحكام، رأيك بتصريحه واللي الناس هو كثير يعني فسرت الموضوع حسب ما تشتهي، تفضل. نعم، هو يعني موضوع الاستعارة بحكام أجانب حقيقة يعني أمر صعب في ظروفنا الآن، والأندية هي يعني وبجاي تقدر تمشي يعني أمر لاعبينها ومدربيها، بالتالي احنا نكلفهم يعني مو اجور حكام اجانب بالمبلغ اللي يتفضل به حج طارق الله يحفظه. لكن موضوع تقنية الفيديو فشي جيد جدا، يعني يا ريت تطبق تقنية الفيديو، وخاصة هي الان اصبحت في نظام عالمي يعني من الممكن اعتقد راح يعملون دي بكاس العالم، بالتالي هو نظام يعني لا بأس ان يطبق بالعراق. دكتور هذا التصريح، هذا التصريح حتى يكونون مقتنعين نعم دكتور يعني هذا التصريح قد فهم البعض يعني يقنع بالقرار التحكيمي ايضا. دكتور هذا التصريح فهم البعض يعني اني انشر كل ما يدور الان ومثل ما توصل من 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 الرسائل، يعني فهم البعض انه المطالبه بوجود حكام اجانب بالدور العراقي هو بشق من الفهم، اما عدم قدره الحكم العراقي على قياده مباريات وبالتالي بدات المطالبه بحكام اجانب، او الشق الثاني الجمهور بدا يفقد الثقه بالحكم العراقي، هذا صحيح هذا الموضوع او هذا الفهم؟ هو ليس تشكيك بالحكم العراقي، يعني احنا بال85 86 مباراه الرشيد والطلبه استاذ لؤي الحجي يتذكرها جابوا حكام من مصر اعتقد عبد السلام الحمام صير شيء من القبيله، اربع حكام قادوا مباراه الرشيد والطلبه لان كانوا في وقت مباراه يعني اكو بالشارع لغط صار حول انه قد يكون هناك انحياز من الحكام لفريق الرشيد لان كان يمثل يعني جهه معينه، فبالتالي هو الاستعانه بالحكم العربي او الاجنبي وليس مثلبه وليس انتقاص من الحكم الموجود. ولكن ايضا اللي نقوله انه احنا يعني قد تكون لجنه الحكام انه نتيجه تعرض حكامنا لهذه الضغوط وتعرض اللجنه، وانا احد الناس اللي مستمر بانتقاد اللجنه وسابقا انتقدتهم الى ان يتحسن مستوى التحكيم. وبالاعلام اعتقد الكثير من الزملاء نفس الخطوات راح يتخذوها في انتقاد لجنه الحكام، لانه الان احمل لجنه الحكام الاخطاء اللي تحدث لانهم غير صارمين بقراراتهم. قد تكون لجنه الحكام تحاول رفع الضغط عنها من خلال انه طرح هذا الموضوع، ولكن انا يعني ابقى اقول انه الحكم بشر والحكم العراقي من الحكام الجيدين، رغم هبوط مستوى التحكيم في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، رغم أنه إحنا لم نستطع أن نقدم حكم الكأس العالم فيما دول أخرى مثل السودان والأردن والسعودية والإمارات وكلهم يعني قدروا حكامهم يوصلون يحكمون بالمونديال، ولكن يبقى التحكيم العراقي يعني على مستوى جيد على مستوى الوطن العربي. ونتمنى أن يكون أفضل وأفضل من خلال الدورات واللقاءات والنقاش والتحليل حتى نظهر يعني بالصورة الأفضل. نعم، الدكتور منذر العذاري الصحفي الرياضي والمؤرخ الرياضي، شكرا جزيلا لتواجدك وانضمامك معنا من خلال اتصال هاتفي في برنامج بالسنتر، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذا الحوار. سيد لؤي بدقيقة كلمة أخيرة. حكامنا من حكام الجيدين، والدليل
انه عندنا ثلاث حكام طلبوهم الاتحاد الاردني، طلبهم الاتحاد اللبناني، طلبهم الـ اعتقد الـ يعني اكو بروتوكول صار بيننا وبين الاردن، بيننا وبين بين ايران، بيننا وبين البحرين، بيننا وبين الامارات. راح نشاهد حكام يجون يحكمونا، بالاضافه الى حكمنا دي يطلع هناك دي يحكم بالدوري الاردني، منهم علي صباح، مهند قاسم، زيد راح حكم. تحكيمهم جيد ما عنده ضغوطات بالتكليف الرسمي الخارجي، لكن ماكو ضغوطات. ماكو ضغوطات. ضغوطات من اللي يضغط عليه؟ الضغوط يعني هذا هسه هاي يعني الاعلام والاداريين والجمهور. احنا نقول يعني هنالك تقصير في بعض المباريات، بس حكام محترفين استاذ لؤي. نعم، يجب ان يعني يتجردوا من هاي الضغوط. بشر كابتن، وأنا أقول إن شاء الله إن شاء الله بالأيام القادمة راح تتغير راح تتغير كثير من الأمور، راح تتغير هواية من الأمور، وراح يشاهدها الشارع الرياضي بصورة واضحة، ونلتقي وإن شاء الله يعني إن شاء الله نلتقي على خير وبدون مشاكل وبدون يعني. وبدون يعني هاي الصور والفيديوهات اللي شاهدناها، نتمنى أنه ما تتكرر. ترى دورينا يشاهدوا العالم، يعني نظهر بهاي الصورة معيبة جدا. شكرا جزيلا لحضورك استاذ لؤي. اذا احبت المشاهدين، كنا معكم حلقه من برنامج بالسنتر، على ان نلتقيكم في حلقات قادمه. الى اللقاء.